بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلبة السادس العلمي ضمن تطبيق العراق أكاديمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم اليوم المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات الرياضيات السادس العلمي، وبطبيعة الحال لا يمكن البدء بمنهج السادس ما لم يتم تذكيركم ببعض الأساسيات التي سبق وأن درستموها في السنين السابقة وتحتاجون إلى تذكرها وزيادة المعلومات عليها، لأنها تحتاجوها بشكل كبير جدا ضمن منهج السادس العلمي، وستكون أولى هذه الأساسيات هي قوانين الأشكال الهندسية. إذن ماذا تعرف عن قوانين الأشكال الهندسية ذات البعدين؟ اذكر مجموعة من الأمثلة عليها. من أجي أقول لك قوانين ذات بعدين، أشكال هندسية ذات بعدين. شنو أشكال هندسية ذات بعدين؟ تقدر تقول لي؟ ما أريد من عندك تبقى تنظر للمحاضرة وأنت ساكت، أريد قدامك دفتر وقلم، أسألك وتجاوبني على مود أن نصير محاضرة تفاعلية، وبنهاية المحاضرة أنت راح توصل إلى شيء معين، أساس قوي مهيئ إلى نهائيات الرياضيات للسادس العلمي. إذن أعيد السؤال عليك مرة ثانية، شنو معناها أشكال هندسية ذات بعدين؟ اذكر أمثلة منها. إذن بعضكم جاوبني وبعضكم ما جاوبني. أعزائي، الأشكال الهندسية ذات بعدين مجموعة من الأشكال، منها المربع، منها المستطيل، منها الدائرة، ومنها المثلث. هسه راح تقول لي بس ذني هي الأشكال الهندسية ذات بعدين؟ لا مو ذني، يعني متوازي الأضلاع، شبه المنحرف، المعين اللي احنا نسميه خطأ نسميه معين هو يسموه المعين، ومجموعة أخرى من الأشكال ذات البعدين. وعموما أولادي الأشكال ذات البعدين لازم يكون بيها محيط ولازم يكون بيها مساحة. إذن راح نتحدث عن ذن الأشكال الأربعة: مربع، مستطيل، دائرة، مثلث. أسألك مرة ثانية، تقدر تقول لي شنو محيط المربع؟ تقدر تقول لي شنو مساحة المربع؟ بعضكم يتذكر هالقوانين وبعضكم يقول اوه صار شقد من السادس ابتدائي ما اخذها. اذا كلش هواية تحتاجها منهج السادس. في بعض الاسئلة في بعض المواضيع ربما 30 درجة بالامتحان الوزاري، الخطوة الاولى هو كتابة القانون، وانت اذا تقول لي القانون محافظة يعني الامور راح تكون صعبة. اذا اليوم راح اذكرك بذني القوانين. اذا تعال وياي. قانون المحيط والمساحة للأشكال الهندسية، وأول الأشكال الذي سنبدأ به هو المربع. كم ضلع بالمربع؟ راح تقول لي 4 ضلع، كلش واضح. شنو أبعاد المربع؟ من أجي أقول لك أبعاد، يعني هسه مثلا المربع فيه 4 أضلاع، وهذه الأضلاع متساوية، كل ضلع من عنده هو راح أسميه بعد. إذن هنا أبعاد المربع أضلاعه هو X. بعد شوية من راح ناخذ المستطيل راح تقول لي أكو بي طول أكو بي عرض. من راح ناخذ المثلث تقول لي أكو طول ضلع أكو قاعدة أكو ارتفاع، هذه أسميها أبعاد. إذن هنا أبعاد المربع شنو؟ إذن عندي طول الضلع راح أسميه X. تقدر تقول لي شنو محيط المربع؟ هسه إذا تتذكره فأني يعني معلومات دنسولف انا وياك، واذا ما تتذكره لا سجلها معلومه يمك وابد لا تنساها. اذا هنا محيط المربع سيكون 4 في طول الضلع. يعني من اجي اقول لك مربع طول ضلعه 5 سنتيمتر، ايش قد محيطه؟ راح تقول لي 4 في 25. اقول لك مربع طول ضلعه 3 متر، ايش قد محيطه؟ راح تقول لي 4 في 3 يساوي 12 متر. زين هذا محيط المربع انتهينا منه. تقدر تذكرني شنو مساحة المربع؟ إذن مساحة المربع تساوي طول الضلع تربيع.
أبد ما أنصحك تحفظ القوانين حكي، أو عفوا تحفظ القوانين رموز، أريدك تحفظها حكي، لأن راح يجيني فد موضوع بالدروس القادمة إن شاء الله خلال فصول الكتاب الستة، بأن أنت راح تضطر تسمي طول ضلع المربع مثلا تسميه 60 ناقص 2 أكس، فد موضوع راح يجيني طول ضلع المربع هو 60 ناقص 2 أكس، يعني المحيط مالته ايش راح يصير هنا؟ راح يصير 4 في 60 ناقص 2 أكس، 4 في طول الضلع. مساحة المربع ايش راح يصير هنا؟ راح يصير 60 ناقص 2 أكس تربيع. هسه بعض الطلاب من نوصل لهذا الموضوع يقول لي هسه أنا بالقوة حفظت مساحة المربع أكس تربيع، هسه راح تجي تقول لي هو 60 ناقص 2 أكس تربيع، أقول لك إيه حسب الفرضية مالتك. لذلك أنا إذا سميت طول الضلع أكس فراح يصير محيطه 4 في طول الضلع ومساحته طول الضلع تربيع، إذن 4 أكس أكس تربيع. إذا سميت طول الضلع مثلا L يصير ماكو مشكلة، محيطه راح يصير عندك 4L ومساحته راح تصير L تربيع. طيب هذا الشكل الأول اللي هو المربع. خلينا نشوف الشكل الثاني. الشكل الثاني سيكون المستطيل. المستطيل شنو أبعاده؟ هسه المربع قلنا طول ضلع القاعدة، أو هنا طول ضلع المربع، المربع بيطول ضلع والأضلاع الأربعة متساوية هي X، لكن المستطيل فيه طول وفيه عرض، إذا راح أجي أسمي الطول X وراح أسمي العرض Y. محيط المربع كان 4 في طول الضلع، يعني معناها مجموع أطوال أضلاعه الأربعة. من أقول لك مجموع أطوال أضلاعه الأربعة، المربع راح يصير X زائد X زائد X زائد X، يعني 4X. زين هنا بالنسبة للمستطيل إيش راح يصير عندك؟ راح يصير X زائد Y زائد X زائد Y. يعني شنو معنى هذولا؟ هذا شنو معناه؟ إيش راح يصير؟ راح يصير 2X زائد 2Y، يعني معناها راح يصير عندي 2 في X زائد Y. إذن عموما من أجي أتحدث عن محيط المستطيل راح أقول عليه 2 في الطول زائد العرض، لأن إذا كان هذا X هذا أيضا X، وإذا هذا Y فهذا أيضا Y. إذن شنو القانون اللي كلكم حافظي يفترض حافظي، وإذا ما حافظي اليوم أنا دا أذكركم على مود ما يبقى عندك عذر. إذن راح يصير 2 في X زائد Y ويساوي 2، راح تنضرب مرة بالأول مرة بالثاني 2X زائد 2Y. زين شنو مساحة المستطيل؟ مساحة المستطيل الطول في العرض، يعني معناها راح يصير عندك XY. هسه راح تقول لي هذا البي شنو والاي شنو؟ اذا هنا المحيط بالانجليزي اللي هو بيريميتر، المساحة اللي هي اريا، فهنا ياخذون من المصطلحات الانجليزية الحروف الاولى مالتها. اذا هنا دائما المحيط يسموه بي والمساحة يسموها اي. زين هاي كم شكل صار عندي؟ صار عندي شكلين، مربع ومستطيل. حفظت القوانين لو لا؟ لازم انت قدامك ورقة وقلم تكتب القوانين على مود ما تنساها. طيب الشكل الثالث، وصلنا الى الدائرة. الدائرة هو ما بيها طول عرض، الدائرة بيها نصف قطر اللي هو هذا الراديوس R، بيها نصف قطر. قانون محيط الدائرة يعني الأبعاد هو نصف القطر. زين محيط الدائرة يعتمد على نصف القطر، ومساحة الدائرة أيضا تعتمد على نصف القطر. شنو محيط الدائرة؟ ها؟ إذن محيط الدائرة هو القطر في النسبة الثابتة. النسبة الثابتة تعرفها لو ما تعرفها؟ إذن النسبة الثابتة هذه باي، اللي قيمتها تقريبا هي 3.14، أو قيمتها تقريبا اللي هي 22/7. إذا كان النصف القطر هو R، يعني القطر شنو هو؟ القطر هو 2R. زين من أجي أقول لك القطر في النسبة الثابتة، يعني شلون أكتب قانون محيط الدائرة؟ إذن هنا محيط الدائرة سيكون 2πr. شنو مساحة الدائرة؟ قانون مساحة الدائرة هو نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة.
نصف القطر تربيع في النسبة الثابتة. هسه بعضكم دا يقول دني القوانين اني اعرفها قديمة، يعني هسه اني جاي ومتعب نفسي ودا اشوف هذا المقطع وما ادري كم دقيقة راح يصير. هسه انت اذا تعرف القوانين فبها اني دا اذكرك بيها، واذا ناسيها اقول لك ترى من راح نبدي منهج السادس وأوصل إلى موضوع ما أقول لك صعب لكن موضوع جاد، موضوع المعدلات الزمنية بالفصل الثالث، موضوع التطبيقات بالفصل الثالث. أهم ركيزة في هذه المواضيع هو قوانين الأشكال الهندسية، موضوع التقريب أيضا بالفصل الثالث، يعني 30 درجة بالفصل الثالث. ربما تكون الخطوة الأولى هي قانون الشكل الهندسي. زين في ذاك الوقت أنا من راح أشرح لك ذاك الموضوع، أنا خو ما راح أجي أشرح لك 40 دقيقة أو ساعة كاملة أنا أذكرك بالقوانين يلا أجي أشرح لك الموضوع، يعني هو الموضوع بحد ذاته مو قاصر. زين خلينا نستفيد من وقتنا هسه، خلينا نتذكر القوانين نكتبها بورقة ونحفظها على مود من راح نبدي مادة السادس. لا تقول هذا الموضوع صار سهل، اعطيني مادة السادس، سادس علمي هذا سادس ابتدائي. زين اذا هنا محيط الدائره هو القطر في النسبه الثابته 2 باي ار، لان الار هو نصف القطر، 2 ار هو القطر، اذا 2 باي ار، ومساحه الدائره هو نصف القطر تربيع في النسبه الثابته. زين احنا كم شكل كنا مسويها؟ كنا 4 مو هسه المربع سولفنا، المستطيل سولفنا، الدائرة سولفناها، ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا المثلث. هذا المثلث أجلته بالأخير لأن هناك عدة أنواع من المثلثات نحتاجها ضمن منهجنا. المثلث ممكن يكون مختلف الأضلاع، ممكن يكون متساوي الساقين، ممكن يكون قائم الزاوية، ممكن يكون متساوي الأضلاع. يعني كم نوع من المثلثات عندنا؟ 4. عموم المثلثات كل أنواع المثلثات محيطها هو مجموع أطوال أضلاعه الثلاث، هذا ما عندي به مشكلة، وراح يجيني موضوع بالفصل الثاني، سؤال بالفصل الثاني يعتمد على محيط المثلث، وهواية طلاب ناسين محيط المثلث. إذن محيط المثلث عموما هو مجموع أطوال أضلاعه الثلاثة، مساحة المثلث أولادي. إذا ردت هذا أسميه قاعدة وردت هذا أسميه ارتفاع، شنو هو ارتفاع المثلث؟ ارتفاع المثلث هو العمود النازل من رأسه على القاعدة. ارتفاع المثلث هو العمود النازل من رأس المثلث على القاعدة. إذن مساحة المثلث كل المثلثات بجميع أنواعها الأربعة، مساحة المثلث هو نصف طول القاعدة في الارتفاع، كل المثلثات مساحتها هو نصف طول القاعدة في الارتفاع. فإذا ردت أسمي القاعدة L والارتفاع H، يعني معناها إيش راح يصير عندي؟ راح يصير نصف L H. زين لكن هناك نوعين من المثلثات لها قانون عام ولها قانون خاص للمساحة. هسه المحيط ما عندنا مشكلة، شنو محيط المثلث؟ محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه الثلاث. لكن مساحة المثلث عموما كل المثلثات شنو مساحتها؟ هي نصف القاعدة في الارتفاع، كل المثلثات سواء كان مختلف الأضلاع أو متساوي الأضلاع أو متساوي الساقين أو قائم الزاوية، كل المثلثات مساحتها هي نصف القاعدة في الارتفاع، نصف طول القاعدة في الارتفاع. ولكن هناك قانون خاص لبعض أنواع المثلثات ومنها المثلث القائم والمثلث متساوي الأضلاع. قانون خاص إلى قانون عام. شنو القانون العام؟ هو نصف طول القاعدة في الارتفاع، هذا القانون العام. ولكن هناك قانون خاص
لهذين النوعين، المثلث القائم الزاوية والمثلث متساوي الأضلاع. فإن كان المثلث قائم الزاوية، ركز على هذا الحكي زين، فإن كان المثلث قائم الزاوية فإن ضلعيه القائمين أحدهما قاعدة والآخر ارتفاع. يعني هسه هذا المثلث الـ L هذا القاعدة والـ H الارتفاع. زين، إذا ردت أفره بالعكس، إذا هذا فريته بالعكس، يعني راح يصير عندك الـ H هو القاعدة والـ L الارتفاع. المهم ضلعيه القائمين، ضلعيه القائمين، هذا الوتر مالك شغل به هسه. هو من هو الوتر؟ الوتر اللي قابل الزاوية القائمة، هذا يسموه وتر، الوتر مالك شغل به. ضلعيه القائمين واحد منهم قاعدة وواحد منهم ارتفاع. هسه ياهو قاعدة ياهو ارتفاع، بكيفك انت، شلون تريد ترسمه بكيفك. إذن أيضا مساحة المثلث القائم هو نصف القاعدة في الارتفاع، ولكن القانون الخاص رح أقول نصف حاصل ضرب ضلعيه القائمين. نصف حاصل ضرب ضلعيه القائمين، فالضلعين القائمين إذا واحد H واحد L، يعني رح يصير عندك تريد تقول نصف L H، تريد تقول نصف H L. عملية الضرب عملية إبدالية. إذن مساحة المثلث القائم هو نصف، أو عفوا القائم اللي هو نصف حاصل ضرب ضلعيه القائمين. أما إذا كان المثلث متساوي الأضلاع، فهل يمكن إيجاد مساحته بدون حساب الارتفاع له؟ نعم. يعني هسه إذا ردت أسمي الارتفاع هذا H، يعني ايش راح يصير مساحته؟ راح يصير نصف L H اللي هو القانون العام، نصف القاعدة في الارتفاع. ولكن هناك قانون خاص بالمثلث متساوي الأضلاع، هو شنو هو؟ هو جذر 3/4 طول الضلع تربيع. القانون الخاص للمثلث متساوي الأضلاع جذر 3/4 طول الضلع تربيع. إذن القوانين صارت واضحة أمامنا. يمكن أي سؤال عندكم ممكن مراسلتي على قناة العامة على التليجرام. طبعا هذه القناة العامة هو راح تراقبون المنشورات بها، ولكن يمكن مراسلتي على الصفحة الشخصية على التليجرام اللي موجودة أمامكم، أو رقم الهاتف اللي هو 077-00-723196. إذن القوانين التي تحدثنا عليها انتهينا منها، ولكن السؤال، هل يمكنك تمييز الفرق بين الأشكال السابقة اللي هي منه؟ مربع، مستطيل، دائرة، مثلث، هذه الأشكال السابقة، والأشكال التالية تقدر تميز بين هذه الأشكال؟ بس هذا الشكل شنو؟ هاي الأشكال اللي تشوفها تقدر تميز بها لو ما تقدر تميز بها؟ إذن هذه الأشكال اللي موجودة أمامك هي أشكال مجسمة، مكعب، متوازي مستطيلات، أسطوانة، كرة، مخروط. الأشكال السابقة تسمى أشكال ذات بعدين، والأشكال ذات البعدين فيها محيط وفيها مساحة. أما الأشكال المجسمة أولادي ففيها مساحة جانبية ومساحة سطحية وحجم. صراحة تقول لي دخلت اعطيني فد فرصة، دخل لي أحفظ القوانين مال المحيط والمساحة، أقول لك تدلل. راح أعطيك هذه الفرصة، راح أنهي هذه المحاضرة، وراح تنتظرني بالمحاضرة القادمة، وراح نتحدث عن هذه الأشكال التي يكون فيها مساحة جانبية ومساحة سطحية وحجم. إذن أعزائي طلبة السادس العلمي ضمن تطبيق العراق أكاديمي، انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله. أودعناكم.